ما كان لهذا المنتدى أن ينال هذا الزخم دون دعمكم وتوجيهكم، ولعل المبادرة الأبرز هي دمج المنتديات في منطقة مكة المكرمة في منتدى واحد، ونحن نشاهد الآن ثمرات هذا الدمج بهذه الوجوه الطيبة وهؤلاء الرجال البارزين الذين يتواجدون معنا في مكة اليوم، ونحن بانتظار المزيد من سموكم. الكلمة الآن لراعي حفلنا لهذه الليلة الأمير خالد الفيصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، الإخوة الضيوف، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قبلتكم، ووفقكم الله في ندوتكم. قداسة مكان واستثمار زمان بفكر إنسان، دين ودنيا وهمة عليا، كفانا تأوها ونواحا، كفانا تألما وجراحا، نريد كفاحا ونجاحا. فعلوا العلم والاجتهاد، وعززوا الصناعة والاقتصاد لبناء البلاد وسعادة العباد. العلم بدون عمل هدر، والكلام بدون فعل هدر، والفوز بمن جد وصبر. عزيمتنا سعودية، وحكمتنا عربية، وروحنا إسلامية، والسلام عليكم.